شعور الكل بالمسؤولية بصراحة. إذا ما نتعاون جميعا لن نصل إلى مراحل الطموح بشكل سريع. واحدة من المؤسسات التي أصابها الضرر الكبير هو المؤسسة التربوية والتعليمية في محافظة الأنبار. الصدمة عندما دخلنا محافظة الأنبار، التحدي الثاني والكبير عندما دخلنا محافظة الأنبار وجدنا محافظة الأنبار خراب بالكامل. هاي مدينة الله وكيلك هسه شوفها نشيل الأنقاض كل أسبوع نشيل الأنقاض. الطرق يعني منتهية، الدور محطمة، المؤسسة التربوية بأكملها اللي متضرر كليا واللي جزئيا. توكلنا على الله وبدينا من الصفر، فتحنا كانت البداية من البداية الرمادي إلى الغربية، بدأنا في مدرسة واحدة. تجد محافظة الأنبار أفضل من العاصمة بغداد، أفضل من أي محافظة بالعراق. هذا ما يأتي من فراغ.